بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. رحم الله عبدا، هذا هو عنوان سلسلة دروس رمضان لهذا العام. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. ذهبت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع منه الأحاديث التي تتحدث عن سبب رحمة الله تعالى للعبد. ونحن يا أخوان أحوج ما نكون إلى أن يرحمنا الله تعالى، سواء كنت طالبا أو عاملا أو تاجرا أو صانعا أو زوجا أو أبا أو أخا أو أجيرا أو صاحب عمل، فأنت أحوج ما تكون إلى رحمة الله تعالى. ولئن رفعت رحمة الله تعالى عنك هلكت. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، مهما كنت في مكانة ومنزلة فأنت فقير إلى رحمة الله تعالى. ببساطة، قلبك الآن الذي بين جنبيك يحركه الله. أحد الإخوة المهندسين من 5 أيام لا يشكو شيئا، لا يشكو شيئا على الإطلاق. بعد السحور شعر بألم شديد في صدره، انتشر إلى ذراعه، ثم إنه صرخ بحاجته للذهاب إلى المشفى. صلوا 5 أيام بالمشفى، نسأل الله له السلامة ولكل مرضى المسلمين. ببساطة، قلبك الآن الذي بين جنبيك يحركه الله. السيالة العصبية التي تجري في عروقك يحركها الله. ذاكرتك التي في دماغك يضبطها الله. الأكسجين الذي في الجو يعايره الله. نحن أحوج ما نكون إلى رحمة الله تعالى، كبيرا كنت أو صغيرا. حدثتكم مرة بأن واحدا من الأساتذة الدعاة له عادة مع طلابه، قال لي إنه في كل عام مع طلابه، هو هذا الأستاذ يعمل في صناعة الرخام وفي يعني ترتيب الرخام. سبحان الله، أتاه الله بسطة في الجسم والعلم. طلابه مثله، معظم طلابه يعملون في أعمال البناء، وهؤلاء تشاهدون يعني هم رجال، سبحان الله أتاهم الله قوة. قال لي: أنا وطلابي عندنا عادة في كل سنة، نذبح خروف ونصنع منه صفيحة. وواحد من هؤلاء الطلاب يعرف مدير مشفى الأمراض العقلية، اللي يرتب لنا موعدا نأخذ هذه الصفائح ونمضي إلى مشفى الأمراض العقلية، اللي نطلب من الإدارة أنه نحن نريد أن نأكل مع هؤلاء، نحن بدنا نضيفهم بس نحن بدنا نفوت، اللي فيؤذن لنا، اللي كل سنة منروح مرة. 20 رجل، كل واحد أهل الشام بيقولوا شواربه بتكتف عضاضه. اللي منطلع كلنا عم نبكي، كلنا بلا استثناء. السبب، هاد كان ضابط كبير، هاد كان أستاذ بالجامعة، هاد ثري جدا، هاد شاب عضلاته يعني من أجمل ما يكون. اللي منطلع عم نبكي، اللي هالدرس يستمر تأثيره معنا لمدة شهر. قلوب لينة، انكسار على باب الله، خضوع وافتقار. اللي مفكر حاله انه هو شغلة كتير كبيرة ترجع نفسه تنكسر، واللي عم يعصي الله عز وجل بيرجع تائب، واللي معتد بعلمه بيرجع متواضع،
ويلي يزعج أمه وأبوه وعم يفكر حاله هو يعني صار رجال وما عاد محتاج لإلهم، ومن يومين طبش هالباب طبشة هو طالع من البيت أمه عم تبكي، بيرجع بيسترضيها. نحن يا أخوان أحوج ما نكون إلى رحمة الله تعالى. الساعة الآن 1:09، 3 دقائق فقط يتوقف تغذية الدماغ بيصير الواحد مجنون. بس 3 دقائق بيكون اسمه الدكتور فلان بيصير اسمه المريض العقلي فلان، بيكون اسمه البيك فلان بيصير اسمه المريض العقلي فلان، بيكون اسمه المعلم فلان بتشط ريالته على وجهه على أواعيه وبصير يهذي بالكلام، بصير بدنا نحمله فورا ناخده على مشفى ابن رشد. وخمس دقائق بصير اسمه المرحوم فلان. فسامحني انت مو شغله كبيره، انت شغلتك 3 دقائق او 5. يعني مرات واحد لما يفكر حاله انه هو شغله كثير كبيره وانه هو المكان يلي بيحط رجله فيه بتهتز الارض تحته. الله وكيلك، أنت أضعف مما تتخيل. لذلك نحن بحاجة باستمرار يا أخوان دائما إلى رحمة الله تعالى. أنا ذهبت أجمع الأحاديث، ذهبت أجمع الأحاديث التي تتحدث عن أعمال وأقوال يفعلها أحدنا حتى يستمطر رحمة الله تعالى. فكان منها هذا الحديث الذي بدأنا الحديث الكلام عنه الدرس الماضي. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني إذا طالب بحقه. السين والميم والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولة، والسماحة في الاصطلاح بذل ما لا يجب تفضلا، هذا المعنى الأول ودعنا نسميه سماحة، أو الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة ولنسميه تسامحا. نصيحة لوجه الله، كن سمحا سلسا سهلا لينا مع الغير، مع والديك خاصة. بس إذا كنت فظا غليظا مع أبيك وأمك، الله وكيلك رحمة الله منزوعة منك. ودبر حالك لشوفك يا شاطر، إذا بدبر حالك بين الحياة والله لتهلكن في أي واد من أوديتها. نصيحة لوجه الله، كن سلسا سهلا لينا مع زوجتك، فإذا كنت فظا غليظ القلب فإن الرحمة ستنزع منك. نصيحة لوجه الله، كن سهلا سلسا هينا في تعاملك مع الناس. رجل أخطأ في حقك جاء يعتذر، كن سهلا كن سلسا كن هينا، خير إن شاء الله الله يسامحك. رجل جاءك معتذرا من ذنبه، قل له قبلت. لا تقول لا تفوتوا، ما بدي شوف وشه، إذا بشوفه هم بدي يعمل مشكلة، هلأ بدي ارتكب جريمة فيها، تقول له ما بتفوت. يا رجل إذا بدك الله يرحمك كن سمحا. رحم الله رجلا سمحا. أحيانا يدخل إلى محلك زبون، القطع حقها 12,000، حب القطعة تعلق بها ببان معك أنت، هلأ فتح الجزدان ما طلعوا غير 11,200 ليرة، ماشي الحال. كن سمحا كن سهلا كن لينا، توكل على الله، هات أخي الله معك. لا تقول له حط من إيدك واطلع، ليش هيك كسرته للزلم؟ كسرته ربما تعلق بهذا الأمر، لا تكسره. ما بدك تبيعه ما في حرج، بس تكلم معه بلين قول إنه سامحني أنا ما بستطيع يعني بهذا السعر، إن شاء الله الله بيرزقك تشتري أحسن منه، بس لا تكسره، ترك من إيده. شوف جاري أخي، الناس أذكياء بيفهموا، يعني أنت عم تقلعه، شوف جاري يعني انقلع، حط القطعة من إيدك، كسرته ستنزع الرحمة منك ولا تدري لعلك تحتاجه يوما من الأيام. شاب إذا إجا يخطب بنتك لا تكسره،
ما بدك يا ما بيناسبك ما في حرج، بس لا تكسره. لا تقول له أنت ما بتعرف لبيت مين جاي، لا تقول له أخي مالك نصيب عنا، لا تكسره. الرجل عاش ومات لحتى يبحث عن الحلال. ناسبك أهلا وسهلا، ما ناسبك يعني اعتذر بلطف، اعتذر بأدب، بسهولة، بسلاسة، بس لا تكسر العباد. مدير معمل أو مالك معمل عنده مهندس يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، المهندس أمين ملتزم منضبط، رقاه دخل المهندس موظف عادي، لكن مدير المعمل رقاه 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 إلى أن سلمه إدارة المعمل. هذا الشاب متزوج بس هو فعلا خلوق وأديب ومجتهد ويعتمد عليه، وصاحب العمل هكذا فعل. وقع في خاطره بأن مالك هذا المعمل عنده بنت، أرسل أمه، جاب رقم البيت وقال لأمه دق تليفون، ودقت أمه وراحت لعند مرته لصاحب المعمل وشافوا البنت. أم البنت بتقلها بلا صغرة يعني ابنك أنتم بيت مين؟ بيت فلان. مين ابنك؟ فلان الفلاني. شو بيشتغل؟ والله المدير تبع معمل زوج حضرتك. قالت له خير إن شاء الله بصير خير، تشرفنا فيكم. راحوا المساويات، بيرجع صاحب المعمل على البيت بتقول له مرته حزير مين إجا لعنا اليوم عم يخطب بنتك؟ قال له مين؟ قالت له فلان الفلاني. قال له المدير اللي عندي؟ قالت له إيه. قال له خير. تاني يوم بينزل على المعمل بندهله للمدير بيقول له أنت كيف تبعت أمك لبيتنا؟ فهم الشاب، قال له سامحني بعتذر يمكن تجاوزت حدي. قال له حصل خير. سكت خلص فهم. تمر الأيام بس انكسر، انكسر. ليش عم تكسره؟ ليش عم تكسره؟ يعني إذا موظف عندك تكسره اعتذر، اعتذر بطريقة اللبقة، ما في مشكلة، أنت ما لك مصلحة أن يكون صهرك، ما في حرج، بس لا تكن فظا قاسيا غليظا لأنه تنزع منك الرحمة. تدور الأيام، صاحب المعمل بينكسر، والشاب هذا مدير المعمل الله بيبعت له مين يعطيه فلوس يتشارك هو وياه، بيفتح معمل ومعمله بيمشي. وإذ بصاحب المعمل الذي انكسر يبحث عن عمل، فيأتي ليكون أجيرا عند هذا الشاب. ما تكسر أحد، بعدين الله عز وجل ينزع منك الرحمة. كن سمحا، كن سلسا، كن هينا، كن سهلا. أدخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. مرات كمان أنت بتفوت على محل القطعة حقها 4000، يا رجل في مشترين بيخنقوا للبائع، بيخنقوه، حقها 4000، هي 1800، 4000 عم بقلك حقها، خلص يلا هي 1900 تكرم عينك أخي، ما بيوفي معنا، لا لا بدي إياها، يعني شو بدك 2000؟ خي 2000، 2100، اتركه يا رجل، اتركه يربح، واتركه ينبسط، اتركه يفرح. أخي هلأ بده يربح مني؟ طبعاً بده يربح منك. كن سهلاً يعني بالشراء، أنا بعرف أخي رأس مال عليه 2200 ورقة سوري، ليش 4000؟ اتركه يا أخي ياخذ له 800 ورقة زيادة، 1000 ورقة زيادة، خليه يفرح، يقول لك الله ييسر لك، والله ربحنا من فلان. لا تخنق هيك يعني، كمان أنت المشتري بده يخنق البياع، والبياع بده يخنق المشتري. ما هذه هي سمة الإنسان المؤمن؟ ولكن سمة المؤمن أن يكون سمحاً وسهلاً. مرة في رجل، شوفوا يا أخوان كيف سبحان الله عمل الخير فن، في رجل ثري ميسور الله فاتح عليه، يوم من الأيام كان نازل مطر قوية، هو وراكب بسيارته ماشي شاف بياع شاورما فاتح، بس الناس بالطريق هم بالشام يعني ما في حدا على كتر هالمطرة ما لا قوية، وهذا واقف عند سيخ الشاورما. قال لي نزلت لعنده، قال له ساوي لي كل هالسيخ سندويشات، ميسور هو كثير،
سواهم سندويشات أخذهم راح يوزعون على هالناس أقاربه ومعارفه، هيك حب يجبر هذا الإنسان ويدخل السرور على قلبه. بالأصل تعاملاتنا مع بعض يا أخوان مبناها على أن أدخل السرور عليك وتدخل السرور علي، مو مبناها على أنه أنا بدي أنصاك وأنت بدك كمان تخورفني. الشغلة لا خورفة ولا أنص، الشغلة سماحة وقضاء حاجات وإدخال سرور على قلوب العباد. هذا هو التعليم الإسلامي. أما التعليم المادي عكس هذا الكلام بالضبط. لذلك ما استطعت أن تكون سمحا هينا لينا افعل. أيها الإخوة، الناس على اختلاف مستوياتهم في الذكاء والثراء، منهم الهينون اللينون السمحاء، ومنهم النكدون المتشددون المتذمرون. أصحاب السماحة والتسامح محبوبون مرزوقون مسرورون، أصحاب النكد ممقوتون مرضى موتورون. والناس كالأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لينه، فجندل تدمى به أرجل، الجندل هو الصخر الآسي، وإثمد يوضع في الأعين. هلا الجندل من الأرض والإثمد من الأرض، بس واحد بنحط بالعيون وكثير ماله رقيق، واحد بيجرح الإيدين والرجلين. مهما استطعتم يا أخوان أن تكونوا سمحاء، أن تكونوا هينين لينين مع من حولكم افعلوا، فإن السماحة والتسامح باب من أبواب طلب رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.